حياكم الله مشاهدينا الأكارم وين ما كنتوا تشاهدونا، وهذا برنامجكم برنامج السبعة وهس. اليوم خلينا نتفق بداية، عندنا ضيوف مختلفين، راح نبتسم نضحك نستانس، تكون الحلقة غير شكل. أحييكم، أنا رائد غازي. يا ابويا زوجناني وخلي حسان هناك، واني علي التكنيك وهو علي علاقه. يا ابويا كل استعبان وزوجنانا بداله، طبخ وكنس والمسواق وهو يذب الزباله. يا ابويا لا تدوخوني وخلوني وحدي قاعد، لا تسعد الطنانه وبها يضرب لي واحد. يا مرحبا بكم مشاهدينا الاكارم ومحطه من راس القوري. ضيوفنا اليوم بهذه المحطة مختلفين جدا، حكيين مبتسمين تحبهم مجرد ما تشوفهم. وعدتكم هاني بداية الحلقة أن الحلقة اليوم تكون مليانة بالناس الحلوة، وهم موجودين على قشوة الناس الحلوة، لأن هم من صدق حلوين تحبهم. أول ما تشوفهم تحسهم أخوتك، أهلك، قرايبك. يقدمون محتوى حلو، ما بي خدش للحياة، ما بي انتقاص من قيمة أحد، لا بالعكس أكو احترام للي يشاهدهم. حلو ضيوف رائعين جميلين باسمين، الأخ والأستاذ فلاح. نورنا يا حبيبي. نورك. والأخ الجميل حسوني. طيب يا عائلة رائعة يا عمري. واحد يفرح من يشوفكم. الله يسلمك. الله يسلمك يا عمري. انت شنو هالرسميه اللي بلشتوا بها وانتوا هذا؟ ما حبيتكم بهاي الرسميه. هو لازم تستوجب بيت اماكن لازم تكون رسميات. شفت لكم فيديو متت ضحك يا عمري. شباب شرفكم، خلينا نشوفه. اليكس موجود الفيديو عندكم، خلينا نشوفه ونشوفه للناس. يلا نشوف. بويا روح، كافي تعبتني، جاي هنا بس اصرف عليك. كافي بويا، توكل، روح ابدا عيش حياتك. روح طرد ابوك. نظرات شاسعه هنا عندك ابوك. بس الاختلاف جذري. رجع يبكي. ما دورتونا اليوم. هي هاي الفيديو يستحول الكوميديا والدراما بنفس الوقت. صح. اي فيعني جاي اشوفك من هذه. فكرتي جاي اشوفك ابوي شلون هو متمكن بالتمثيل. لا ما شاء الله عليه، يعني عيونه ثاقبه. ابو حسن كلكم بالبيت تغنون واصواتكم حلوه؟ اي نعم كل البيت. كل البيت. ما شاء الله، وارثين هذا الموضوع من عندك؟ اي لا، من ابويا. والدك؟ اي والدي. عايش طيب بعدين؟ لا متوفي. الى رحمه الله. كان صوته حلو. كلش حلو. وانت ورثت هذا الموضوع؟ اي نعم. ما شاء الله، انت وسيوف ايضا كانوا ويانا بالسكتش بدايه الحلقه، كانوا ويانا وهم صوته حلو هو ويلعلع. الخطوه الجايه تفكرون انه واحد من الشباب يكون عنده باند ممكن يغني، وانا اعرف انه حسن يعزف. اكيد اكيد، وهاي مفكر بيه، وحاليا يعني سويت اعمال ان شاء الله عن قريب راح تنزل. اعمال نفس هاي الكوميديه اللي تقدموها؟ لا لا، شيء مختلف. شنو يعني؟ عاطفي وكذا؟ اي تقريبا. إيه. يعني انت تروح على قضيه المونولوج. نعم. يعني عزيز علي، بس انت تبوق الالحان يا لوتي وتركب عليها. تركب عليها كلمات. همزه على واحد من المطربين قلدتوه؟ لا بالعكس، هم اصلا جاي يدعمون بهذا الشيء. حلو والله، لان شيء مختلف انه صوت حلو وكوميديا. ايه. وتمثيل بنفس الوقت، فشيء ما يعني ما موجود بالسوشيال ميديا كلها. ما عندكم ابو حسن، ما عندكم بالبيت مثلا او بالعائله فنان؟ عندنا موجود. منو؟ حسن العبودي. حسن العبودي. حسن العبودي. مرتضى العبودي. تمام. هم
ابو عبود كلها شعراء مطربين وايضا الشباب. نعم انت تدعمهم، دا اشوفك انه وياهم تطلع وكذا، مؤمن بهم. اي طبعا، احنا من ضمنهم الشاعر عباس الموالي. ها شاعر خاله يصير. حلو والله. هو يعني الاسره اسره فنيه. نعم يدعمنا بالشعر للتحشيش والغناء. عندكم شاعر خاص؟ نعم. يحول نعم نعم. هو مو شاعر، شعراء. قضيت فترة أنزل يومية يعني، عندي حسن العطواني تحياتنا إليه، سجاد حييهم، كل الشباب اللي تذكر أسمائهم بالحلقة، أحمد جواد، هذولي كانوا دائما يدعموني. مرات ما ألحق أكتب وكان عندي تنزيل يومي فيكتبوا لي، ومرات أنا أكتب حولهم. أها ليش ما تزوجهم؟ والله فلوس ماكو. لا فلوس عاد والله قتلتنا بالي. الفلوس موجوده بس ها ماكو سبورت يدفع اي شيء علينا. والله كنت لتب... كل ما حاكوك فلوس ما عندي، كل ما قالوا لك شغله فلوس، شنو السالفه؟ اريدهم يغيرون موضوع الفلوس. ايه؟ يعني يجي بابا ربحت قبضت هات. كله استيراد، تصدير ماكو. تصدير ماكو، كله الطينه. الطينه استيراد، ماكو فد يوم واحد عزهم الخالق جاب لك شيء، ولا واحد فد يوم طلع من جيبه وصدر لي فلوس. ها صحيح الموضوع سيف حسن صح؟ شوف شلون يباعوا له. ها قول ابوي لقاء بالبيت تصرف. ما اقدر احكي هسه. زين انتم تقدمون سكتشات حلوه واغاني لطيفه. نعم. على السوشيال ميديا تعبر عن مواقف تعيشوها، ودائما قضية الفلوس هي المحور الأساسي. مو هذا الشيء معانين مني يعني، بالأخص هذا الشيء معانين منه من حج الوالد. لا حج الوالد هو عنده نظرة، هو الفلوس تخرب مو والله وسخ دنيا وتخرب الشباب. وتخرب بس بنفس الوقت تريح النفوس. حج لا تخربهم، جوز ينحرفون ده تعطيهم فلوس. بالضبط أنا هذا السبب. أنا أحييك، أنا أحييك. يعني أنا بس أنا أنحرف بخمسة آلاف ألف دينار هسه لاعطين أنشون. بس لا جديات تفكر تزوجهم لو تقول بعدهم صغار. لا والله بعد صغار. إيش قد مواليد حسن؟ أنا كبير. يلا ده عايش هواي، عايش هواي يعني. يعني عديت الثلاثين؟ لا لا بعدك بالعشرينات؟ إيه. وسيف؟ بعد 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 سيف دخل بالخمسة واربعين وما مزوجه بعد. شوي يكون روحه. صح يكون روحه. ليش يتزوج وينطلب وماكو شغل عمل ماكو؟ بعدين نسوان وعمتك قالت واختك قالت وهوسة. خلي بطرق روحه أحسن. اي والله. زين احنا راح نعيش مواقف سوية أنا وحسن والوالد. من وحي اللي يتقدمون تمام؟ زين فذا نعيش قصة أنه تطلب من والدك فلوس استوى ها يكمل هم فلوس فلوس استوى مستلم راتب خويا والفروقات 60,000 فروقات 60,000 استوى مستلمهن وانت تريد تطلب من عنده حقك كشاب انيق تريد تشتري. شو تريد بناظم الغزالي لو على بالي بلي انا بكل شيء بكل شيء ايش تعطيني اطلب بلي انا يعجبني ناظم الغزالي اكيد بس بكيفك بلي يعجبك راح اعطيك اياه بناظم الغزالي. زين. يا بتي ويله لقد قالوا انك استلمت الراتب والان اريد بعضا من النقود يا بي ويله شلون تتحرك المالات؟ والله 500 شرفك 500 خليك سبورت يذيب 100 دولار 50 500 سيج هاي النقود بس الف ونص جايب الف ونص يا الف ونص عانتني اذا داينا فلوس وتريد فلوسك اريد فلوسي هم فلوس هم فلوس مثلا شو تقول أقول لك يا بي لحظة ممكن لا أعزف لنا يا هاي أعزف لك يا هاي هاي نسمعها لحظة ممكن بني يمك يمتنى وترد لي لحظة ممكن ترى طلعت روحي ما تقبل علي كافي اسكت شبيك بعد ما ارجع ترى احنا سويك لحظه اسكت اسمع اسمع بس اسمعني ترى رجع ديني
نسيت الاغنيه نسيت الاغنيه طالت من بالي انا بس اسمع الفلوس اتكركب والله طيدي انا ما عندي والله يا بصدقي زين اذا موقف اخر وهنا راح تطلع به التفتان اذن يعني تريد تحصل لك قش حالك حال عباد الله ايه الحجيه ام حسن اخذت سلته من المحفظه مالتك الله الله فلوس وهو راح يقول لك على هذا الموضوع هي هاي طبيعه الفتان يعني يجيبها من بطن بو ينطيني الف ونص واقول لك امي ايش سوت عشرت الاف من جيبك راحت بيها تسوت هاي اعطيني عشره زين انت صوتك حلو حسن الله يسلمك ومختلف احلى من صوت سيف ترضى تزعل الى حيث لا سيف يخبل صوته اكاديمي قديم يعني قصدك سبعيني وكذا ويجي ما أعرف أنا ما حبيت زين هاي رأيك زين أنا هسه أريد أسمع من عندك أغنية تمام إحنا سمعنا الكوميديا والأغاني الكوميديا هسه أريد أسمع من عندك أغنية نقول للناس إنه حسن صوته حلو تراها ويعزف حلو إيش راح تغني لنا راح أغني لك أغنية نص الشعب العراقي يحبها حلو ومتأثر بها يلا لا تمشي لحظة انتظر خلينا ود عنك سيقن عيوني بعد ما راح اشوف انك راح انطر روحي لك يمك خليلي منك ولو فيك راح تفض بي يا الفارقتني مثل دمع وبجت العين لو نفترض دورت ألقاني مثلك ولا تمشي لحظة انتظر خلينا واد عنك شي قنعي عيوني بعد ما راح أشوف انك محتاجك دكاف فراق وانت يمي وانا اشتاق يا عايفني ما شايفني جمر دارست لي انفاسي من يوم لقيت ناسي شي بقلب واحساسي من يوم لقيت ناسي شي بقلبي واحساسي ويلاه 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 يا حبيبي عاش حسك الله يسلمك ما شاء الله صوته حلو الولد نعم ليش ما مقتنع انت؟ على ابوه على ابوه طالع انت ذكرت اغنيه لرحمه رياض وانا بالكواليس قلت لك انا احب هاي الاغنيه يعني اذا تكون كريم وانت كريم ان شاء الله احنا نستاهل نسمع شويه من عندها ماخذ الكرم من ابوه والله والنعم مال من ابوه ماخذ الكرم كون نصير أنا وياك نجمة بالسماء وغيمة سافر فوق ما نرجع نعوف الكوكب وغيمة واحد نصير ونعلي حبنا بنت سماء نخلي ورق عشرة آلاف بوي ما يحن أبوي إنسان ما عنده قلب أنا من الطفولة أي شغلة بيها فلوس ما تدخل إذني ما أسمعها من الطفولة؟ أيوه. شنو عشت أجواء بخل؟ لا, لا بس تقول ماكو تقول ما متواجدة الفلوس أي ما متواجدة ما بس أنت ما شاء الله يعني أنت جاي اليوم وكذا ومطلع الشباب جاي بثلاث شباب وياك وحاط لك ألف ونص تفكر خاف إلهم نية تعشيهم تغديهم لا مشاي كل علينا أكل شرب ملابس طلع طبع عليه يلا وجوده بحياتكم يكفي اي اكيد ابوي احنا هم منا رجع للبيت الله يسلمك اني اشكركم كلش لان اليوم لبيتوا الدعوه للسبعه وهسه نورتونا وكلش فرحانين لان جيتوا للاستوديو الله يسلمك احنا
شكرا. الله يحفظك. بس اريد اوجه رساله لامي. لك ما تريد، هاي كاميرتك. يما حاج ابوي خلي يطيل فلوس والعباس تعبت. نروح لفاصل، بعد الفاصل نتواصل، كونوا قريبين. لك يا هلا بحلو المعاني، مرحبا بعمر وزماني. الله الله. بحياتك ما مقدمتنا هيش تقديمه بحياتك. يا ش اغني يعني؟ لا دائما تنقرين بي والله، دائما تشوفين وين هذا وتدغيني. بداها نق الحمد لله. لا بالعكس شوفيتك. هاي سوى عندي انفصام بالشخصية. ردت لي روحي وجيتك شدت اغاني. الله الله عليك. الله سراوي الرائعة الجميلة خاتونة الخاتونات. فدول وجهك. ولو هي لو هي. ماكو لو اني لو انتي. لا لو هي لو هي. الله على شكل اليوم. ضام لي ضميمة ورا البرنامج. شلونك اليوم؟ الحمد لله. شخبارك؟ انت شلون؟ زينة؟ الحمد لله. شم حضرتك؟ بس كون موضوعك مو صادم أرجوك. موضوع اليوم راح نتفق عليه أنا متأكدة يعني. ها يعني أنا الخطوة اللي خطيت بها جيدة. صح. يا الله. بدايتك موفقة كانت. يا الله. موضوعنا اليوم منو لازم يبادر؟ أني. اكزاكتلي. راح نبدي الحلقة هيك احنا. حلو. الرجال لازم هو اللي يبادر لو المرة. مبدئياً أنا سويت استطلاع. تمام. خلي نروح نشوفه. وصار أكو تضاد بالموضوع لو طبعاً لا أكو ناس قالت هيك وناس قالت هيك، بس الأغلب قالوا الرجال لازم يبادر. أها يعني أكو فكرة. أكو أشياء وأكو أشياء. أكو فكرة إنه البنية تقول لك أنا بادر. إيه شفت هيك الشيء. حلو. حتى مرات كبيرة مشجعت هذا الشيء قالت. حلو. كلش حبيتها كانت كلش كيوت لمون. نشوف الاستطلاع الكيوت اللطيف الحباب اللي سوته. دا سوي تسويق. ونرجع. صلح الرجال بس المشاكل اثنيناتهم. يعني اثنيناتهم يبدون بها. اي اثنيناتهم. زين بالهدايا منو؟ المرأة تبادر لأن تريد حياتها تستمر فتعطي للرجال هدية ولو ما يغزر به. زين سؤال له منو اللي يعترف من البداية؟ يعني بمشاعره. مشاعره المرأة. الرجال أناني. لم زعلني لم زعلتني ولم زعلها ابدا ابدا. صار لكم كم سنه؟ 40 الا شويه. ولا مره ابدا. زين شو السبب؟ احبها وتحبني. الله. زين من كان يجيب هدايا اكثر؟ والله يعني من واحد اطلع اسافر اجيب وياي هدايا بعد، يعني شيء بسيط يعني مو شيء مؤسس. تقول دائما تونس ترتاح اكثر. زين اذا من اللي بالبدايه اعترف للثاني؟ مو هي بتخالي. فرسن قالوا يابا ناخذ لك بتخالك فالموضوع انتهى. اي حياه طبيعيه عندنا كانت قبل. الرجل ازيد شيء. هو يزعل؟ اي يزعل. زين بالصلح من لازم يصالح؟ المراه. المراه لازم تصالح؟ اي. زين ما يقولون يكبر راسه وما ادري شنو؟ لا هي موضوع الاخلاق والحنيه وال ما اعرف بعد شعبر لك. الحنية أزي الشيء للمرأة تكبت بقلبها، لازم تنازل للرجل لأن الرجل هو هسه الرئيس يبادر. أريد أسألك حضرتك خاطب متزوج؟ والله يعني على وجه خطوبة إن شاء الله. برأيك كرجل من اللي لازم يبادر، المرأة أو الرجال، بالاعتراف بالزعل بالصلح وكل شيء؟ هو المفروض يعني المعترف عليه انه لازم هو الرجال اصلا اللي يبادر بالزعل واللي صالح واللي هو اللي يبين حبه للطرف الثاني صراحه، لانه البنيه انه هي اللي تنتظر اللي تتوقع من الرجل انه هو اللي يبادر على مود تحس انه نفسها انها لها قيمه صراحه، فلازم انه هو الرجل انه كل شيء يبادر بالزعل بالراضيها وهذا، لان تعرفين الانثى لازم الا واحد انه تريد كل شيء لها. ثيناتهم ثيناتهم الرجال اكثر شيء المفروض طبعا. زين من اللي لازم يعترف بمشاعر؟ هم الرجل. من الرجل؟ من علي. المبادره شجاعه ومو اي احد يقدر يبادر. المبادره يراد لها قوه
ناس قالت الرجال لازم يبادر، وناس قالت المرأة لازم تبادر، ما بين هنا وما بين هنا. خلينا نرجع للاستوديو نشوف من راح يبادر. انصدمت، شفت أنا يعني أنا اعتقدت إنه الرجال لازم يبادر، هو دائما لازم يبادر. شوفوا مبدئيا اكو اشياء الرجال لازم يبادر بيها لازم، واكو اشياء لازم المرأة تبادر بيها حسب راي الناس، اما بالنسبه لرايي انا ممكن يكون لا. يعني إيه نسمع رايك بالنسبه يهمني حياتي حتى تتعارك وياي ما اعرف اوثق لو تتعارك وياي يهمني. مبدئيا مساله الهدايا انا اشوف او الاعتراف لازم حصرا تكون يم الرجال بالحب، الاعتراف بالحب طبعاً بالمشاعر الأولى، خصوصا إحنا مجتمع شرقي ما يتحمل إنه المرأة هي اللي تبادر بهذا الشعور. صح. حتى بنظرة الشاب إلها راح تتغير، صح إنه هذه مثلا سهلة عينها صلفة بالضبط، أو هاي أكيد مثل ما حكيت لي هيك وياي حكيت الغيري، فهنا تخضع لهواية أشياء، صح، معايير مختلفة من المجتمع. مو صحيح بس ممكن بالزعل تتحمل إيه المرأة إنه ممكن تصالح عشان لا تصالح، يعني اذا غلطت هي شلون بالله. مو مرات شوف يقول لك شنو لا تعودي انه انت تصالحي. شوف بدينا باسخام الجداري احنا بالبدايه اوكي تمام ماشيين عدل، بس من نوصل لاسخام الجداري اكو خلل بالبريمس. يعني خالق. مو حتعودي دائما انت تصالحي. شنو تعودي بابا انت غلطتي شنو ودائما هي تغلط شنو انت ملاكه بوجهها. لا داده ما احنا متفقين. احنا قلنا يبادر هو بقضيه اذا حبله وحده يروح يقولها داده انا احبك اكيد. اذا اخطا لا مشاعر. عادي مشاعر. اذا اخطا يقول اسف. أيه؟ بس هي اذا خطأت ماكو رجال يعترف بخطئه. ليش؟ لا 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 ماكو رجال يقول انا غلطان. لا 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 قليل جدا جدا. ليش ماكو رجال ليش شت يجي بطريقه انتوائيه افعاويه يجي يقول للمراه ممكن ما يقولها اسف بالمفرده ممكن يعني اي عبر بها يعني ما يعترف بخطئه معناه. قولي لي شلون انا اجاوبك شلون قلت لي اللون يلا هسه انت غلطان خلينا نسويها انت غلطان اي مو اللي اقول لك اسف شلون راح تراضيني يلا ذاك اليوم انت مو طلبتي هاي الستره شفتك حبيتيها خي ولا لا تغير الموضوع اعتذر الستره حبيتيها انا سويت لك توصيل وجبتها عادي ما يهمني اهم شيء تعتذر انت عاجبك نروح نتعشى بالمطعم الفلاني اعتذر اليوم بدلي على سنقه 10 ونروح هاي الطرق الالتوائيه مو هو سبيل لي يوصل انه مو هو ده يعتذر هو ده يعتذر بس بطريقته مو هي اكو ناس ما راح تفهم انه هذا الاعتذار شنو يعني هاي اللي عقلها باقت كرفس لا هي تفهم هي تعرف براغيه كلها وانت شايف الرجال من يغلط هيك يقوم يلوب يلوب يبين مو هو يبين عليه يبين يقوم يلوب هي تعرف كل براغيه حافظته فهو من سوى هالخطوه هو ما يقدر يقول اسف او ما يعرف يقول اسف او يحسها صعبه يقول اسف قبليها من عنده من يقول لك يلا خلينا نطلع على راس ريش عندي شيء مطلوب منها تقول اسفه ليش مطلوب منها تقول آسفة؟ لازم تعترف بخطأك حتى تعرف هي إنه أنت حسيت بقيمة الخطأ وصلحته. راح أقول لك ليش؟ هاي على مضض هذا السر من الأسرار. نعم. تلزمين ذلة عليه. شفت؟ شوف هم يدورون هاي الأشياء. إيه. حس. شنو مو شفت هاي الحقيقة؟ ولا تعودها. أنا جبت خشمة لقى أنا خليته يعتذر مني. لا إذا كان حبيبها أو زوجها مستحيل راح تقول هذا الكلام. تقعد راحة. مستحيل راح تقول هذا الكلام أصلاً أكو نسوان هاي قد ما تحب الشخص ومن يجي تسهل عليه الاعتذار. لعد تقبلي من عنده من يسوي مبادرة حلوة تقبلي. لا ما تقبل. أريد أعرف إنه هو عرف خطأ له لا. عرف خطأ هو لذلك. منو قال إذا هو الاعتذار مستحي يعتذر. إيه هو ليش ده يطلعك ويوديك ويجيبك هو عارف خطأه فيحس إنه هو قلل شوية من معسته إلك أو 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 أو. فيقول لك يلا خلينا نطلع انا وياك شوف هسه مثلا اكو بعض الاشخاص او بعض العلاقات اللي صارت مثلا انه هو يقصر بموضوع ما من بعد ما هي تبدي تسحب نفسها او تزعل او ما ادري شنو يبدي يهتم تبدي هي ترجع يبدي يرجع نفس طبعه الاصل بهالحاله شو تسوي صار عندها ايرور ما تعرف شو تسوي هاي مشكله بس انا شو اقول انا شو اقول سرعاوي اقول انه من يعتذر لا تلزميها ذلة أكو بناتي لزمن ذلة على الرجل أنه هو اعتذر فهي تضغط على هذا الموضوع دائما لا 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 غلط بالعكس ما يصير يعني يصير لو ما يصير أنا دا أقول لك هذا الموضوع دا يصير لا أنا برأيي غير يعني أشوف أنه رسالتي لبناتنا أو نصيحتي لبناتنا إذا أجا شخص يعتذر من عندك
وهو الموضوع اللي مسويه مو ذاك الكبر، انه موضوع يستحمل الغفران، فانه انت لا تحسسي بالذل. كل المواضيع تستحمل الغفران. لا مو كل المواضيع. صدقيني كل المواضيع تستحمل الغفران مفروض. في سبيل اسرتك، واذا هذا الولد حبك واخطا، اخطا كلنا خطائين. ايش بالاحلام الورديه؟ فهذا الولد حبك واخطا، انت تمسكي به. هاي خرابه البيوت. يقول لك العفو على قد المقدرة. انا يا ما اقدر. اقدر والله ما اقدر. شلون كبير قلبك كبير وانت خوش بنيه وبت حموله، اذا اعتذر هو سواله كارثه مشيها. لا لا تمشيها. نروح لفاصل نرجع نتواصل. مشيها معوده، مشيها الخاطر. بسم الله الرحمن الرحيم. اني سادي سادتي، اهلا وسهلا بكم من قناه رصيد، برنامج من سبع وحسة لاج الحمزة. وياكم علي ومنا. وياكم علي ومنا. وي وي خدتوا برنامج جديد. هاي جاي سوينا انت؟ ايش دخلكم؟ شبيك؟ جابي مقدمة برنامج جديدة هاي. وينك؟ استغلوا عنك عمي. لا يا الحمزة. بوكسات اليوم. لا لا. بعدين تعدك هذا، تعدك الباسورد؟ لا ما عندي. دقوا دقوا عدوا دادة. تعال تعال صير حبابة. قاعد الحين صير حبابين. برنامجي هذا دادة. حياكم الله مشاهدينا الأكارم. يقولون إذا التقت التضادات يصنعون شيء حلو. هم اثنين صنعوا شيء كلش مختلف. من تجيب مدقوقة من الناصرية وتحطها ويا كرواسون من فنلندا يطلع طعم مختلف. من تشوفهم تبتسم. يقدمون محتوى حلو ما بيخدش للحياة، ما بينتقاص من الناس، بالعكس نقلوا الثقافة الأوروبية والثقافة العراقية وقدموها على طبق من ذهب للمتلقي اللي يشاهدهم. اليوم احنا كلش فرحانين لان هم لبوا الدعوة وجونا للسبعة وهسه، ولو باقوا مكان اثنيناتهم يفكرون انه يقدمون البرنامج، لكن يلا ما يخالف احبهم فلهم ما يريدون. علاوي ومينا نورتونا. الله يخليك حبيبي. يا مرحبا حبيبي، اهلا وسهلا بكم. شكرا شكرا لان لبيتوا الدعوه. شكرا حضرتكم دزيتونا الدعوه. لا بالعكس احنا اللي كبرنا بيكم. الله يخليك. ولاي الحمسه. لاي الحمسه. من الهاي كلاود. اي من اللي شايل الكلاود. انتوا هاي البدايه مالتكم و هي انفجرت وانفجرتوا. يا الحمد لله. توقعتوا انه الناس تحبكم من وراء هذه الكلمه؟ والله نص ونص بالبدايه، يعني ما توقعنا ولا توقعنا. ما توقعنا لان كلاوات لا الحمزه بس الحمد لله شكرا. انا اخذت مساحه كبيره بالنسبه لمحبه الناس. شرفك اهلك دازيك الفنلندي. ايه؟ تتعلم فنلندي لو تعلم الناس عراقي. انا جاي انقل الثقافات وال يعني الحضاره مالتنا الفنلندي. اي فانت ومن نقلت علمتها كل الكلاوات مالتك. هاي بعد كل كلاواتكم يمي. يعني استغربتي الكلام العراقي؟ شويه صعب اكيد. اي شويه صعب. اي شويه صعب. اي بس الفنلندي هم شوي احكي لنا فنلندي. فنلندي هم صعب. اي مو احكي اي شيء بعد بالكواليس. طبعا والدتك موجوده ام علي نورتينا بالكواليس. يا مرحبا بيك. بالكواليس قاعدين ودا يحكون هم فنلندي. اي فنلندي. فقلت الخاله يجوز دا يفشرون علينا احنا. شو يذبون تشواكيتش. تشواكيتش الحكي كله تشواكيتش. تعرفين تشواكيتش؟ تشواكيتش بصرة. تشواكيتش. لا هاي لازم تحفظينها جديدة. احنا بالبرنامج عندنا شوية فقرات ومحطات مختلفة راح نتوقف عندها وراح من خلالها نتعرف عليكم أكثر. تمام تمام. هاي مو تتعاركون بيها؟ لا معود مو يعني انا كلاوي جوا لا الحمسه ادري بيكم. لا الحمسه بوكسات. ماكو بوكسين؟ لا لا ماكو بوكسين. يلا وبعدين انتم رياضيين اثنيناتكم؟ ايه تايكواندو وجيم. جيم خيرة الله. كم مره كتلتك؟ دير بالك خير من الله. يشهد عليه خشم المكسور. يقول لك حب من اول نظره. ايه
وهذا حب من اول بوكسينج. اول صديق حب من اول بوكسينج. حب من اول بوكس. كم مره قتلتي؟ كم مره بصدتي بوكسين؟ بوكسين كم مره؟ كم مره؟ اي نيه ثلاثه. خلي اسكتي. خلي اسكتي. تمام. بهذه الفقره راح نعرفكم اكثر. اي طبعا راح اسال اسئله اذا هي راح تاشر عليها. واذا هو راح تاشرين عليه. ذس او ذس. تمام؟ تمام. الفقره اسمها هو وهي. وهي هو وهي هو 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 وهاي وهي. منو اللي اعترف للثاني اول؟ انت قلت لها؟ انا من اول بوكس. من اول بوكس. اول بوكس ياثر بي. البوكس خلاك تطلع قلوب بيك حبيتها. ورحت قلت لها لو كان اكو شويه تردد؟ لا لا والله ماكو تردد. انا من الناصريه بعد. زاحف بي. ابو الرومانسيه هذا. ابو الرومانسيه. حلو. وانت وافقتي؟ لا صعبه بالبدايه صعبه. لا لا قلت لها لا بالبدايه. لا اجاني بلوك. لي خلي ولن. خلي ولن. ليش؟ بس بعدين ايه فرق الثقافه كان يعني ما عدنا يعني بعدنا ما متعرفين اكثر يعني. بس هي كاتلتك اللي قدام. كتلتني وهاي عادي يعني بعد خلاص هاي. اي بس كتلتني بس مو حبت هي. انتوا واصلين للمرحله الاخيره. واصلين من الكتل وبلشتوا. اي بلشنا. اي يعني خلاص. اي كتلتني هو يلا بلشت. زين. يعني غزر بي بين قوسين. اي صح. منو اللي يزعل اكثر؟ ما حد يزعل. منو اللي يزعل بيكم زعول اكثر؟ يعني يحب واحد يعني ياخذ موقف يزعل. يعني سنين شوي اكو قاعد منو هتي. منو شوي انت اللي تزعل شوي انت مو شوي وتنتظر هي تراضيك لو ترجع وحدك. لا 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 هي تراضي. زين تمام اوكي حلو. بس عادي يعني عادي يعني حتى ما ترضى عادي ارجع طبيعي يعني. لا الله مو اعصابي. مو اعصابي ولا شيء ما عندي. منو اللي يضحك الثاني اكثر؟ انا. زين من اللي يضحك الثاني؟ فسر لها. اني 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 هسه من يضحك الثاني اكثر؟ اني. اختلفوا. يلا يلا هنتعارك. زين منو اللي بيده المصروف؟ بيده الفلوس. ما اثنيناتنا كل واحد. يعني منو اللي يسوق للبيت؟ هي سنين شوي الفلوس. اني يمك. اني يمك المصروف. هي انا ادفع. هي هي تدفع. هي ام الفلوس. اقتصاديه ولا مبذره؟ اثنيناتهم اقتصاديه. مبذره. مبذره بشنو؟ بالاكل. تشتري هواي اكل ويروح. يعني ممكن. واقتصاديه بشنو؟ مقتصادية. مبذرة. ابدا مبذرة. منه؟ الله منه. مشاكله هواي مصاريفه هواي. منو اللي طبخه اطيب؟ انا وكالة الرواق. في برواقة. تيناتهم. شنو تيناتهم؟ ما يسوون اكل عراقي. انا اسوي اكل. انا اسوي اكل عراقي. ما يسوون. يسوون بس بامية. اوكي الله الله. شو سوينتي؟ منو اطيب اكل؟ انت. قول انا عافية. قول انا. لا حمش. حمش. شنو الاكلات العراقيه اللي علمتها لي؟ شنو الاكله العراقيه انت تسوينها؟ انا اسوي باميه. زين. فاصوليا. زين. تمن. تمن. بس 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 التمن ترى هو التمن مشترك بين الفاصوليا والباميه. لا مو يعني. لا التمن مالتها اطيب من التمن مالتي. انا التمن مالتها حرقه. يعني اي بس هي التمن. والتخصص شنو؟ دولمه وباكر؟ لا يا على كيفك. هي باميه. هي باميه فاصوليا. انت اختصاص شنو؟ اختصاص باميه وفاصوليا بس. يعني بيت ياكل باميه وفاصوليا كل السنه. بيت حلو مني. زين خلينا ننتقل والباقي على المطاعم. يعني عايشين على المطاعم؟ لا لا نقدر اسوي يعني بس انت تسوي سوب. انا اسوي يعني سوب لحم طيب. سوب لحم. سوب دجاج. تمام. هاي اسويه يعني. تمام. رحتي نترك الاشياء. رحتي للناصريه؟ ايه. شنو اللي عجبك بالناصريه؟
شنو الحلو بالناصريه؟ شنو الحلو بالناصريه؟ احكي بلهجه الناصريه. اها شنو الحلو بالناصريه؟ شنو الحلو بالناصريه؟ شنو شفتيه حلو بالناصريه؟ قور قور بس. اي صح قور. رحتي الاثار. اها تمام. زقوره. وشافك من الناصريه من فنلندن الناصريه؟ والله قبل. قبل. قبل لو كم مطارها نزلت. واهلك استغربوا من انت يعني زوجت بنية مختلفة بالثقافة؟ لا كل احنا عندنا عادي يعني كل واحد يختار حياته. شرفك بيني وبينك الحكي خالة ما قاعد تسمع ما قاعد تقول خالتك مدري من هي فلانة العين ساعة الحلق دل وجهها ما يتباوع يعني يتفسر العين ساعة الحلق خذها هي صارت 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 وبعدين تقترم لا انا براسي موال اي بعد اكو شيء اوصل له واسوي حقق يعني مستقبلي اهم من كل شيء يعني حلو اي عيش بكانه يا رب يعمر هالعلاقه بيناتكم يا عمري يا رب عندي اسئله مجموعه اسئله انتم تقدمون محتوى اختلاف ثقافي صح لكونك انت عايش ببيئه جيت من بيئه ريفيه بيئه من الناصريه لها عادات وتقاليد معينه تختلف حتى عن اهل بغداد يعني صح. وانتقلت الى فنلندا والست ايضا عندها ثقافه مختلفه لكونها عايشه في اوروبا قدمون محتوى تقارنون ما بين الثقافات صح بس احنا راح نسالكم اسئله ممكن انت تعين مينا بموضوعه المحطه اللي بعدها شلون تعرفوهم اوكي هاي سهله 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 اوكي يلا فاذا نسال مينا نقولها شلون تعرفين هذا العرس عراقي هاي سهله شلون كله خلي السيجاره هيك السيجاره زين رقص اي وهذا قول لا 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 قول هذا عراقي قول هذا عراقي قول هذا عراقي يمكن ماكو هذا الموضوع وينكم اسف انا ما اعرف رقص لا ما اعرف فنلندا ماكو لا ماكو ماكو هلا هل ماكو لا ماكو ماكو من سلامهن اذا نسوان اي اثنين من سلامهن شلون تعرفيهن عراقيات؟ ها سهله شلون؟ كل بوزات كل بوزات تعطيني حبه سوني تكفارين تكفاكو زين ولا تنسين اعطيني حبه اعطيني حبه اي اعطيني حبه هناك هيج فنلندا لو هيج لو سامع فنلندا او هيج بعيد يعني عن البوس ماكو بوس ماكو بوس لا ماكو بوس ماكو بوس هناك ماكو بوس ما راح حامل اي ممكن بالمستشفى ممكن بالشارع ممكن بمكان عام شلون تعرفيها عراقيه ها سهله شلون اذا دكتور قال انت حامل سويت بطني اول يوم الحمل بس قلت انت حامل بس اي قامت تيجي تسوي وفنلندا فنلندا لا تلعب رياضه اي رقم جيم اي جيم تروح للجيم عادي كله عادي وتاكل هوايه اي والله يقولها انت باثنين انت تاكلين مال اثنين فصير هالكبر زين اذا تسوق اذا تسوق لازم تجادل هاي متين منها اما هناك شوف خلي يم هاي السالفه يلا سهله هم سهله هم سهله هسه مثلا هناك عندنا بدول اوروبيه نعم اذا تروح تتسوق وتشتري ما تعامل كله اكو اكو يا ابو علي هو السعر موجود انتهى خلاص اما مثلا عندنا هنا يعني العراق والعراقيه تحياتي لهم يعني بس احنا كرجال هم قليل انفاصل اي بس مثلا يقول لك هذا القميص ب10 تقول له صار ب8 9 ما صار تاخذه اي اما المره مثلا تروح تعامل لازم يعني اذا في 10000 لازم تاخذ 5000 انتهى يعني كلها تنزيلات كلها تنزيلات يعني خلاص والله ما يصير يحلف لها لا انتهت واخشي يعني تحاول تاخذ نفس السعر لا لا هي لا هي هي لازم تنزل من عندي ولازم تاخذه اي طبعا انتهى بعد يعني هي تشعب له بالباب اخر شيء ابو المحل ابو المحل يعني اخر شيء لازم ينقلونه للمستشفى يعني انت انجل انا الله والله انا بصراحه يعني متعجب الله يصبرهم شلون متحملين ما ادري يعني صح زين اريد اسال علاوي ممكن تستقرون ببغداد ممكن ليش لا اكو فكره اكو فكره يعني
بس يعني مو اكيد. انت تتناقشون انت؟ اي يكون فكره هيك. مينا ممكن تجي تقعد هنا ان شاء الله؟ ما عندها يعني ما عندها اي شيء يعني هذا وكبالنا فد ان شاء الله مستقبلا مشروع او شيء يا الله نقدر نسويه ومنها تقدر تديره. وعملكم هناك شنو؟ عملنا الحمد لله عندنا شركه خاصه بنا. حلو وتشتغلون بيها وكذا ومكملين حياتكم. بس انتم مالكم هذا الموضوع والله أكيد. احنا نريد نشوفكم على طول نستانس بيكم اكيد والله. فنقول لكم تعالوا هنا يمنا. والله يا الله يخليك والله يا شوف منا صراحة أنا حبت العراق يعني والعراق هم حبها مشكلة مو بس والله. العراق العراق محبوب الوحيد أنا أحسه ما أدري والله الهوى يختلف الناس تختلف صح والله كل شيء يختلف بي يعني يعني جد سافرنا دول حتى دول الخليج وكذا من ترجع العراق يصير أكو شيء هسه أنت بالشارع تمشي الناس تضيفك لأن تعرفك ما يأخذ من عندك فلوس كله مجاني أمان الله كله مجاني يعني الصور من جت حد ما صار يمكن غير جزء تكس قبل شيء جابنا أو شيء هيك يعني بس هاي. عاد تاخذ منها فلوس وتروح بفضحني. عجبت هدايا لل جبنا هدايا للاهل الحمد لله شكرا. جاب لك خاله شيله وكل شيء ماكو يابسه. جيد 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 اكو هدايا بيها اكو هدايا. انا عندي محطه بها اريد اقيس ثقافتكم العامه. نعم. مينا تاثرت بالعراق وحبت العراق والعراق حبها. وانت كذلك رحت لهناك لفنلندا وطوك الاقامه والجنسيه هسه عندك الحمد لله وشكرا. فانت ايضا حبيت ذاك البلد بثقافته بتاريخه المختلف. اكيد اكيد كل واحد وثقافته كل واحد وتاريخه. حلو اذا انا راح اسالك اشياء عن فنلندا وراح اسال مينا اشياء عن العراق بس هنا اكو صور. شباب اذا حاضره اول صوره خلينا نشوفها. سؤال ستبلش بي راح ابلش بيك. راح ابلش بيك. شنو ذول الثلاث صور اللي موجودين بالشاشه؟ اول شيء هاي الله هيكيتو مو اول شيء هذا بنيامين. بنيامين لا المفروض انت ما تساعدين تساعدين لا الحمسه بس انت اسف لا تساعديه هسه شنو اول واحد بنيامين شنو الشغله هذا والله ما انا صار انت ما تعرف لا ما اعرف انا اعرف تعرفين منو شنو الشغله يسال واحد شنو الشغله لا ولا مطرب تخشيش اللي بصفه هاي اللوهي كيتو يسموها بالفنلندي يعني سوب السمك سوب السمك كلش طيب هذا تمام هي من الاكلات الفنلنديه مشهوره انا اسويها يعني كلش هي سلمون بالكريمه اي كريم اي صح مو تمام طيب. والصوره الاخيره هاي كنيسه مو اي هذا كنيسه بهلسنكي اكو اورثودوكس اورثودوكس اي كنيسه بهلسنكي كاتدرائيه شنو بس مو قبل هي معلم من معالم اي معالم هلسنكي موجوده تمام اوكي راح امشي لك اياها 50 اوكي لان لو ما المساعده ورقضت لك بالاثنين اوكي اوكي نروح على الصوره اللي بعدها اللي تخص منه منه بس انت ما راح تحكي تمام تمام يلا نبدا منها منها اول اول انا ما تعرف ما تعرفي الا انا ما دقيقه بس هذا اكل هذا اكل اكل سمك صح هو سمك اي بس شو يسموه هذا مو مصموطه ايه قول لها ايه مصموطه مصموطه واحد ياكل هذا مصموطه ثلاثه بالليل واحد كل احنا ناكل مصموطه وبصل وبصل ايه هاي وهذا زقوره 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 زين اول مطرب ايه مطرب عرفتي او لا فنان مطرب هذا انا ما تعرفي لا لا تسمي بس والله مو سؤال هو الفنان الكبير راح الياس خضر ياس خضر على راسي ياس خضر ايش عجب يعني قلت انه ممكن تلقطوه مو هيك متابع لل لما ما متابع للفن وكذا سؤال لي لا تقول لي انا ما تخاف لا صدق والله زين انت ياس ما سامع له ولا اغنيه؟ لا جد سامع له بس يعني انا مش كذاب دولتني الوكيد بمحبتك لا انا شبهت بي بسعد الحلي شبهت بي اها تايبين وما نمر مره بداربكم باب باب
بابارا. انتوا ماكو عبالي موجود طبعا ياس خضر ومن الفنانين الكبار ويسموه صوت الارض رحل عن عالمنا بس بقت اغاني موجود بقلوبنا. لا انا اشوف الاغاني مالته من غنيته ايه موجوده باذانك انا سامعهن وجزء مشغل هنا اكثر مشغل بس يعني المشكله يعني انا ما اتابع يعني صور وفيديوهات اسمع بس اغاني اسمع ايه صح 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 وبعدين كونك انت صرت هناك ومشغول وكذا هو انت بذاك ما عرفت هذا بنجامين ما عرفته. أنا أشكركم كلش. الله يخليك. أنتوا اليوم كلش فرحتوني. أنا هم فرحان. أنا كلش فرحان. الحمد لله. اليوم فرحانة وشكرا لجيتكم. أتمنى لكم الموفقية يا رب. موفقية للجميع يا رب. والخطوة الجاية تكون براسكم. إن شاء الله. شكرا. شكرا مشاهدينا الكرام، اليوم الحلقة كانت مليئة بالابتسامة وعدناكم بالبداية تكون الحلقة مليئة بالناس الحلوة. اللي تحبوها واللي تبتسمون يوم اللي تشوفوهم. شكرا مع السلامة.